أسعد الله مساءكم، أسعد الله قلوبكم أحبتي الكرام، ولقاء متجدد مع حضراتكم، والحلقة 81، الحلقة اليوم بعنوان الشاب شهد. في حلقات سابقة تكلمنا عن نموذج سلبي في المجتمع ينخر الأسس الاجتماعية في مجتمعنا مجتمع الموصل. تكلمنا عن شخصية عاصي حق، وكيف أن مثل هذا النموذج يؤذي العلاقات الاجتماعية اليومية ويضر بالتفاصيل اليومية وينتج تشوهات اجتماعية. اليوم سندير الكاميرا والمشهد إلى الأمل، إلى المستقبل، إلى الطاقات الشبابية الواعدة. في الموصل هناك نماذج رائعة جدا، سنتكلم عن هذه الطاقات وعن الهموم التي يحملها الشباب اليوم. قبل أيام أحد شباب الموصل الرائعين جدا أقام معرضا فنيا للنحت. النحت هذا الفن الجميل المدهش، عمر قيس شاب في مقتبل العمر يضع بصمة فنية منقطعة النظير، أدهش الحضور في المعرض الذي أقامه في المتحف الوطني. هو شاب موصلي يريد أن يثبت نفسه، يريد أن يعلن عن نفسه وعن طاقاته وعن إبداعاته. اليوم لما تكلمنا في الحلقة الماضية عن النموذج السلبي، هذا هو الرد الحازم والأكيد على ذلك النموذج المؤذي للمجتمع. خلينا نتوقف مع عمر ونرى كيف يصنع هذا النموذج الأحلام المستقبلية، وهل سيسهم في بناء وتنمية ونهضة الموصل أمثال هذا البطل الفنان الذواق. في قصة طريفة للأديب الروسي الكبير تشيخوف، يذكر قصة قصيرة طبعا هي عبارة عن 5 أسطر، تقول هذه القصة أن شخصا في إحدى المدن يمشي في الأسواق وإذا به يعثر على 100 روبل، يعني خلينا نقول في لغة اليوم 100 دولار. شاب يمشي في الأسواق ويعثر على 100 دولار. ما كان من هذا الشاب إلا أن ينفق حياته كلها في محاولات متجددة ومتواصلة للعثور على 100 دولار أخرى. قضى عمره هذا الشاب وهو يضع العيون إلى الرصيف وإلى الشارع لعل صدفة أخرى تهديه 100 دولار أخرى. ذهب الزمان والرجل هذا الشاب قد جمع الكثير من الأشياء التافهة. هذا الشاب عثر على 10,000 أو 15,000 من أزرار القمصان، وعثر على الدبابيس، وعثر على أقلام، وعثر على أشياء سخيفة يمكن أن نلقي بها إلى النهر. الحلم الذي تملك هذا الشاب هو أن يعثر على مال سابق، وهذه خدعة. هذا الشاب يلخص حياة كثير من الشباب الآن. اليوم الشباب بعضهم أو أغلبهم يبحث عن أمل سابق، يبحث عن علاقة حب مثلاً، أو علاقة مهنة أو راتب أو أي شيء في الحياة، وينفق العمر كله في هذا البحث الفارغ التافه. للأسف الشديد الشباب وبعضهم لا يدري ماذا يفعل في هذه الساعات الحرجة التي نعيش فيها 2020، والفرص المتاحة للشباب بعضها مضحك جدا وبعضها ساذج وبعضها جاد جدا. لعل اليوم حلقة اليوم تسهم في أن نسمع هذا الشاب الذي يريد أن يتخلص من البحث في الأشياء السخيفة ويحاول أن يبني له أملا جديدا ومستقبلا واعدا. بتعاوننا معه ربما نعينه ونساعده لكي يخطو الخطوات الأولى. هموم شباب الموصل اليوم جديرة بأن نخصص لها حلقة خاصة لنعيد فتح الجسور المقطعة ما بين المجتمع وما بين شباب الموصل، الشباب المتعطش مثل عمر إلى أن يبرز وإلى أن يقول ها نحن هنا أيها الناس انتبهوا. اليوم هموم الشباب تشبه همومنا اليوم بالمجتمع. لما تلاحظ المدينة اليوم وتغزوها حملة قاسية جداً من تبليط الشوارع، التبليط الشكلاني، خرمشة الشوارع اليوم والقشط الظاهري وإعادة التبليط، كان الأجدى
أن نتأمل مليا في مستقبل هذه الشوارع ونقول لابد من بنية تحتية نضعها قبل التبليط وقبل القشط. البنية التحتية تشمل مجاري وتسليط المياه والكهرباء وأسلاك الهاتف، كلها هذه ربما كان الأفضل والأجدى والأسهل والأرخص والأذكى أن نضع هذه البنية التحتية، ثم بعد ذلك نعيد القشط وإعادة التبليط. بعض الشباب لا يفهم هذه المفارقة. البنية التحتية للشاب الذي يمتلك موهبة والذي يمتلك قدرة وموهبة لأن يبرز اسمه في المجتمع، هو لا يفهم كيف يجعل من نفسه ويؤسس لنفسه بنية تحتية. اليوم بعض الشباب كالتي نقضت غزلها، تنسج وبالأخير تفك النسيج وتضيع الأيام وتضيع الجهود وتضيع الفلوس وماكو أي أمل كالذي صنعه عمر. كالتي بالضبط التي تحلب حليب ثم لما تنتهي المهمة تسكب هذا الحليب في الشارع، ولا هي تنتفع ولا المجتمع ينتفع ولا هذا الشاب يستطيع أن يبرز نفسه بيننا ومعنا ولنا. عمر كسر هذه القاعدة وظاهرة استثنائية، يجب على الموصل أن تبرز كل الظواهر الاستثنائية الواعدة التي ممكن أن تبرز عالميا ومحليا ووطنيا. النحات هذا من أين جاء وكيف تشكلت شخصيته الفنية وهذه الذائقة الجميلة جدا؟ دور المعلم في شخصية عمر ودور المدرسة والجامعة والمسجد في تشكيل وتشجيع هذه المواهب دور مهم. اليوم بعض المدارس فقدت هذا الدور، كل ما تختص به المدرسة أن ينجح ويأخذ 90 أو 100 ليدخل إلى الكلية الفلانية. قتل للمواهب ودفن لهذه المواهب قد تمارسه العملية التربوية أو العملية الثقافية في الموصل. لا نريد أن نكرر التجارب المرة وندفن هذه الموهبة وغيرها، ويصبح الشاب مهموم ويصبح بالمقابل المجتمع مأزوم. مدى قبول المجتمع لأي ظاهرة أدبية أو فنية أو اقتصادية أو سياسية تبرز على الساحة، المجتمع الآن لا يمارس دوره في تشجيع أمثال هذا الشاب الواعد. أنا خصصت حلقة اليوم إلى الشابة شهد وإلى بعض الشباب الذين أرسلوا إلي رسائل واتصلوا بي هاتفياً ليقولوا لي الآتي: أيها المجتمع الموصلي وعبر برنامج البوصلة انتبهوا للشباب، الشباب طاقات متجددة وواعدة، لكننا في غالب الأحيان وفي بعض الأحيان لم ننتبه إليهم. في الحلقة الماضية تكلمت عن أزمة الدائن والمدين، واليوم أتكلم عن الأزمة الاجتماعية التي يعيشها وتعيشها الشاب والشابة في تأسيس علاقات اجتماعية لبدايات علاقة زواج مثلاً أو تأسيس أسرة مثلاً. الناس من هؤلاء الشباب والشابات هم في أعلى درجات الحيرة والارتباك، لا أحد يسمعهم، لا أحد ينتبه لهم، لا أحد يرشدهم، كيف يخرجون من هذه المتاهات التي تبرز العوامل السلبية في حياتهم، وبالتالي لا يتشجع المجتمع الموصلي لإبراز هذه الطاقات. أيها الأحبة الكرام، الحلقة مستمرة، نخرج فاصلاً قصيراً وتستمر بكم الرحلة. وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام، والحلقة 81 ولقاء متجدد مع حضراتكم، وحلقة اليوم الشابة شهد. الشابة شهد أرسلت لي رسالة مطولة وجرى حوار بيني وبينها، قالت إن حكاية الناس مع المشاعر التي نمتلكها، المشاعر الجياشة، حكاية عجيبة غريبة، يريدوننا أن نتقولب ونتحول إلى مكائن جاهزة تسمع ولا تجيب. عليكم بالطاعة المستمرة، سواء كانت هذه الطاعة إيجابية أو سلبية، عقلانية أو فوضوية. الشباب ملوا من هذا الإملاء وهذا الإلزام،
يقولون نريد أن نعلن عن أنفسنا، نريد أن نحدثكم عن مشاعرنا. الشابة التي تبحث عن فضاء بسيط في المستقبل وكيف تصنع هذا المستقبل، سواء في العلاقات الاجتماعية في الزواج أو سواء في العلاقات المهنية في الوظيفة أو المهنة التي تحبها هذه الشابة وتختارها. هناك كوارث تحصل في هذا التدافع وهذا التداخل الاجتماعي وسائر الفضاءات. هشاشة عاطفية، نلاحظ أن هذه البنت تريد أن تختار لها شاباً يوازي ويكافئ ويناسب شخصيتها ومزاجها وعواطفها. المجتمع لا يساعد شهد في أن تختار، المجتمع يقول لها ادخلي إلى السجون الأربعة، سجن أنك أنثى ولا يسمح لك الاختلاط مع الذكور، وسجن أنك في مجتمع محافظ وعيب تخرجين عن هذا القالب، وسجن ثالث أن بعض الأحيان الاختلاط حرام، وهو فعلا حرام، ولكن هناك حصانات تقي هذه البنت من هذا التداخل. والسجن الرابع وهو الخطير، أنها يجب أن تكون نسخة طبق الأصل لمن سبقها من الأمهات والآباء والأجداد. الإبراز للفضاء المشاعري والوجداني للشابات وللشباب، نريد أن نغذي هذه الطاقات الإيجابية، فنحرص أن تكون البنت أو الشاب يشبهوننا في كثير من تقاليدنا الرائعة الجميلة، ونفسح لهم المجال بأن يعبروا عن أنفسهم ويعلنوا عن أنفسهم. الهشاشة العاطفية التي تمتاز بها التدافعات العلاقات ما بين الشابة من جهة والشاب من جهة، تقول شهد أنا رأيت ببصيرتي الضعف الذي يمتاز به شباب اليوم وضعف الشخصية، وأن هذا الشاب لا نستطيع معه بناء أسرة تمتلك رؤية وتمتلك رسالة في الحياة. هذه الشابة شهد تريد أن تستر على نفسها، فمن الطبيعي أن تبحث عن من يكافئها من الشباب في طريقة تفكيرها، في مزاجها، في خياراتها، وفي أملها في تأسيس أسرة لديها رسالة بالحياة. اليوم تقول شهد أريد أن أندمج مع هذا المجتمع، وهناك أسلاك شائكة تمنعني، ما عندنا من يوجهنا، وما عندنا من يرشدنا، وما عندنا من يفهمنا ويفهم مشاعرنا وأحلامنا. أين المشكلة يا أستاذ؟ تسأل شهد، فضلاً عن أين الحل. المشكلة غير واضحة اليوم في الفضاء الاجتماعي الموصلي، وبالتالي نحن في برنامج البوصلة نبحث عن حلول. تقول شهد لولا ثقتي برب العالمين لكنت إنسانة مهزوزة أحمل مشاعر هشة، أنتم تفرضون علينا كل شيء ونحن نحاول أن نتمرد على كل شيء تريدونه. اليوم تقول شهد من خلال قراءتي لواقع الشباب اليوم، أقول أن أقل أزمة تمر على شباب اليوم نلاحظ أنهم ينكسرون وينهزمون ويتحطمون نفسياً. تقول شاهد كيف أثق بشاب بالجولة الأولى ينهزم وما أستطيع أن أثق به، ولا هو قادر على أن يتحمل مسؤولية علاقة مهنة أو علاقة بناء أسرة، أو في أي موقف ينهزم وعنده التبريرات لهذه الهزيمة. الشاب الذي تسيطر عليه المشاعر السلبية هو يعيش أزمات نفسية. علماء الاجتماع في الموصل وعلماء النفس مكلفين اليوم أن يراعوا شخصية هذا الشاب المنهزم وشخصية هذه الشابة الحائرة، لتحصل هناك فضاء وحوض اجتماعي نستطيع من خلاله إبراز المواهب كما أبرزها قيس عمر. اليوم بعض الشباب يتكل على غيره بكل صغيرة وكبيرة، وما يفكر ينجز شيء، ينجز الآخرون له الأشياء. المال يأتيه جاهزاً، السيارة تأتيه جاهزاً، الوظيفة تأتيه جاهزاً، وهو يعتمد علينا وعلى غيره وعلى المجتمع في تشكيل الشخصية. فهذا الشاب المعتمد على غيره هو بالضبط هو عكس عمر، هو لا يقول لنا أنا أمتلك موهبة،
يقول المجتمع يسندني ويبرزني، وبالتالي نخسر هذا الشاب ونخسر بناء شخصيته. يريد كل شيء جاهز لأنه يحب المظاهر، ينتمي إلى عائلة مثلاً أو إلى فضاء يحب المظاهر، يحب التقليد، وهذا الشاب لديه مشكلة في غياب القدوات. هو لا يمتلك قدوات إلا قدوات الأنترنت، أبطال الأنترنت وأبطال لعبة البوبجي والعلاقات الفضائية الخيالية هي التي في ذهنه تشكل البطولة والرجولة. حينما ينزل إلى أرض الواقع هذا الشاب لا تستطيع أن تؤمنه على سيارة أو مليون دينار أو على بنت، وبالتالي ترى الزواجات السريعة لهذا الشاب تنتج طلاقات سريعة قد تكون في الشهر الأول أو في السنة الأولى، والكارثة أن هذه الزيجات تورث للمجتمع أولاد وبنات أطفال أبرياء هم ضحية هذه العلاقات التي لم تكن منضبطة بالبنية التحتية الاجتماعية. الشوارع التي نعمرها بدون أن ننظر إلى البنية التحتية، هناك شوارع أخرى اجتماعية في علاقات زواج وطلاق لا تمتلك بنية اجتماعية حقيقية ولا تمتلك جسور لعلاقات الشابة بالشاب، وبالتالي تنفصل والمجتمع يدفع الثمن غالياً وقاسياً. الأهداف المتناقضة أيها الأحبة للشباب اليوم وللشابات من جهة أخرى هي أهداف متناقضة، صورة طبق الأصل للوضع الذي نعيشه والتسيب والتفلت، بعضه اجتماعي وبعضه اقتصادي، والتزوير الحاصل والمحاصصة الحاصلة في مجتمعنا العراقي اليوم. هناك مسارات اجتماعية لهذا التفلت وهذا التزوير وهذه المحاصصات، أخطرها هي علاقات الزواج غير المتكافئ وغير المبني على أساس بنى تحتية عقلانية ودينية صحيحة واجتماعية صحيحة. دعونا نفتح الجراح لننظف هذه الجراح ونعيد خياطة الجرح، لعل الجرح يلتئم وتعود الموصل إلى عافيتها الاجتماعية. نخرج فاصلاً قصيراً أيها الأحبة، والرحلة معكم مستمرة. وعودة مجددة أيها الأحبة. والشابة شهد التي أرسلت معاناة تختصر كل هموم الشباب، الشابة هذه شهد لديها مصداقية، هي صادقة مع نفسها وصادقة مع الناس وصادقة لأنها تريد أن تواجه المشاكل لا أن تهرب. أقول لها يا شهد، نحن جزء من المشكلة، نحن لم نعودكم على تحمل أعباء مشكلاتكم وتفاصيل حياتكم. بالعامية نقول هذا الولد من جماعة ماما غطيني، هذا لا ينجز أي شيء، يعتمد على الوالد والوالدة والراتب والسيارة والوجاهة الاجتماعية. نقول لهذا النموذج اليوم 2020، واجه تحدياتك لأنك ستفشل وتفشل المدينة. أرجوك واجه بعيداً عنا ولا تعتمد علينا، اعتمد على نفسك، لأن المرونة النفسية والصحة النفسية عكسها هي الصلابة النفسية والهشاشة النفسية. ترى إنساناً تراه للوهلة الأولى وشاباً يمتلك كل مقومات الحياة، ولكن لا تستطيع أن تكلفه بأي مهمة. النت سبب لهذا الشاب الكثير من المظاهر، خسران وهزيمة الشخصية. النت الذي فتح كل الحدود وجعل بإمكان هذا الرجل وهذا الشاب أن يتعرف على آلاف البنات بكبسة زر، وأن يغادر آلاف البنات أيضاً بكبسة زر، يعمل بلوك ينهي علاقة. على أرض الواقع لا يتاح له أن يعمل بلوك، إنما قضايا وقاضي وطلاق وعشرات التفاصيل التي يدفع هو ثمنها والمجتمع يدفع ثمنها. بلوك واحد يفقده أغلى علاقة، وسمايل واحد يضعه على الانترنت يرسل إعجاباً تقرب له أبعد البعيد. لما ينزل إلى الشارع ما لا وجود لهكذا علاقات، الشارع يصفعه ويقول له استفق، إن المجتمع يتدمر بسلوك أمثالك،
أيها الذي تربح علاقة بسرعة وتخسر علاقة بسرعة بخلال ساعات، أنت غير جاهز لبناء جيل قادم من أولادك الذين هم أيضاً يمتازون بالهشاش التي تمتلكها أنت وأشباهك. اليوم هناك مؤشر للإفراط، بدل المواجهة هناك هروب سهل، وبدل الثبات هناك تلون سهل، وبدل المرجلة هناك غش سهل. للأسف الشديد أقولها لشهد ولكل شاب ولكل شاب يشعر بعمق هذه الأزمة، ثقافتنا تقول لكم من يضربك اضربه. أرجوك لا تتبع هذه الجزئية في ثقافتنا. صار الصغار كبار ويتجرؤون على الكبار، لأن من ضربك اضربه، هذا المضروب قد يستدعي عشيرته وقد يستدعي أصدقائه ومنصبه وعلاقاته، وبالتالي يتفرعن على هذه العلاقات ويسبب لنا تمزق في هذه العلاقات. بعض الأحيان شباب مثل الورد لكن عندهم مرض اسمه تضخيم الألم، شاب جبان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبالتالي هو غير مؤهل أن يدافع عن خطيبته وبناته، وبالتالي المجتمع يتفكك شيئا فشيئا. وبعد هذا العرض السريع أيها الشباب أيتها الشابات، أقول لكم الحياة لا تتوقف على أحد، الشابة لا تتوقف على الشاب، إنما هناك دائما بدائل. رب العالمين يأخذ منك شيء ويعطيك بدل هذا الشيء شيء لمصلحتك، لكن أنت تصنع أقدارك وأنت تصنع اختياراتك. في اللحظة التي تفقد هذه القدرة على صنع القرار وصنع الخيار، راجع نفسك وواجه المجتمع وواجه التحديات، وقف بثبات وميز هذا الشاب الذي بلغ عمره، تراه مراهق ولكن عمره 30 سنة أو 25 سنة، لكنه بشخصية البيبي الذي لا زال يعتمد على ماما وبابا. وأقول أيضا أن هناك المزيد من الحلول، هناك يا شهد حل بسيط جدا، أن نتعود على التخلص من بعض عاداتنا، العادات التي تكرس التبعية العمياء والتي تكرس استنساخ الآخرين وقتل شخصية أي شاب مثل عمر قيس وغيره. أقول بإمكانك وبإمكانك يا شهد التخلص من هذه التبعية. وبالمقابل أنا في حلقة اليوم أخاطب الآباء وأقول لهم شاركوا أولادكم، أرجوكم نحن والأولاد شركاء وهم ليسوا زبائن، وخلي خاطرون وخلي يجربون وخلي يخطئون مرة ومرتين ويتعلمون من الخطأ. لا وجود في هذه الحياة لبيئة معقمة نحافظ بها على أولادنا بالنصائح والمواعظ. لم يعد للنصائح والمواعظ أي دور في بناء شخصية هؤلاء الشباب الذين ينتظروننا لنفعلهم. أقول للأب خلي ابنك يغلط ولا تخاف، بس خليه يعترف أنه أخطأ وأنه جاهز للتصحيح، ولا نغطي عيوبنا ولا نغطي أخطائنا. إدارة الألم أيها الأحبة وإدارة الخوف وإدارة الخلافات مع غيرنا هي السبيل الأمثل لجعل شخصية هذا الشاب شخصية قوية. هناك حل عملي أخاطب به الآباء والأمهات، أرجوك افصل فلوسك ومصادر دخلك عن فلوس ومصادر دخل الأولاد، لا تخليهم إلى سنين طويلة يعتمدون عليك. عمره 30 سنة ولا زال يأخذ المصرف منك، هذه يعتبرها جريمة اجتماعية. عرق جبينك يختلف عن عرق جبين أولادك، امنحهم الفرصة ليواجهوا هذه المهمة الجليلة في كسب قوت يومه، ولعل في أقل تقدير أن يشاركك في هذه المهمة. أيها الأحبة انزل، خلي ينزلون الشباب والشابات إلى السوق ويتعرفون على المكر والدهاء اللي موجود بالسوق، وبالتالي تتشكل لهم حصانة وممانعة في أنهم ينقذون أنفسهم بأنفسهم. وهناك نصيحة أخيرة للآباء والأمهات، أقول لهم احذروا من أن تؤسسوا لأولادكم فراغاً في داخل البيت. بعض الأولاد لا يمتلكون أي مهمة بالبيت، مجرد يأكل ويشرب وينام وهذا هو،
وظيفته بالبيت عالة على الآخرين. يقول الحكماء الفراغ مفسدة، إذا لم تحرك ولدك ولم تكلفه بأي شيء في البيت فهو مرشح لأن يكون قنبلة اجتماعية يضر نفسه ويضر المجتمع. مشكلات الحيوان تبدأ مع الجوع، ومشكلات الإنسان تبدأ مع الشبع. أغلب مشكلات الشباب والشابات اليوم هي بدأت مع حالات الشبع التي شوهدت في مديننا اليوم. اليوم تقول لي أشنو مواصفات الشاب الرائع؟ أقول لك هو الإنسان العملي الذي تستطيع أن تعتمد عليه، وعملية الاعتماد على الشاب تبدأ منك أيها الأب بأن تتيح له الفرصة بعد الفرصة لأن يخطئ، وترشده لأن لا يكرر الخطأ ولا يخفي العيوب. المشكلة بعض الأحيان هي هدية من الله، لا تبتئس ولا تحزن، خلي عاني ابنك شوية وخلي راجع نفسه وخلي يتدرب على أن يواجه المشكلة. قال تعالى ولنبلونكم، وقال يمتحننا الله بالمصيبات لتظهر القيمة وجوهر الإنسان الذي يعيش في أعماقنا. اليوم دعونا نطرح فكرة أن نتيح للشباب إدارة الحياة وإدارة الأحلام وإدارة مصير الموصل الذي سوف أرهنه في هذه الحلقة بالشاب شهد وبالشاب الذي أرسل لي. بكم ومعكم ولكم الموصل إن شاء الله تتعافى في كل السبل، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، لمن أجل يوم سعيد باسم سنصل إليه معكم. أترككم برعاية الله وسداده ورشاده على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.